شلون طبخت الدجاج بالبدايه؟ حمسته ويا البهارات، بعدين ضفت له مي. ضفت له مي. والخضروات؟ خضروات طبختها ويا الشعريه. سوى الشعريه شنو كانت، بهارات ولا بدون؟ طبعا بهارات. شنو البهارات؟ نفس البهارات اللي حمصتها البرياني. بعد خلاص يعني كانت البهارات اللي حمصتها البرياني من كل شيء بيها موجود. اكو نكهه البرياني دا ذوق صحيح برياني، بس الوقت ما اسعفك، انتبه للوقت. اوكي شيف عبد الرحمن. نعم شيف. كنت متوقع منك دائما، انت كنت معودنا انه برزنتيشن الطبق يكون جميل. صح. اليوم انا ما شفت اي برزنتيشن بالطبق. كلش طيب. شكرا لك شيف. عبد الرحمن تعال شوية. نعم شيف. شوف البهارات هنا عندنا كل شيء هواية، فصار عندنا من فوق بهارات بهذا السمك فوق الدجاج، فلمن دا اكله انا بصراحة حسيت سبايسي. أوكي. او هو متوزع، ممكن هنا اكل ما طلع عليه سبايسي شيف حيدر، بس يمي انا جتني لقمة كلها سبايسي، فلما اجي انا اوزع البهارات اوزعها بصورة صحيحة. أوكي. ما اخليه هواية. الاستوى عندك ما رز اوكي، البيضة هذه تمشي ويا المطابخ الهندية اكثر من العراقية. اوكي. القرفة ها والأعواد أحاول من أخلص الأكل ما أنت على النار أشيلها حتى لا تأذي المقابل. هاي مو قارنش، لأن أي شيء قارنش لازم ينكال. هذا شو راح أكل أنا؟ ما يصير. أنا بهذا الاختبار مع البرياني عرفت إنه كل دقيقة بالاختبار ولازم أستفاد من عدها، ما أضيع ولا دقيقة، لازم كل دقيقة تستفاد من عدها، ما بيها أي مجال. كان رأي الحكام برياني طيب تمام، نكهة برياني أصلية، بس الوقت ما لحقت بيه.